جاسر جلال ايه الاخبار؟ كله كويس. يلا بينا. يلا المره دي في السفريه دي جاي بالعربيه اصلا، وبنزل اركب العجله في الاوقات اللي انا اللي هو انا عايز اخد الحته دي، فانا جاي من النيزك دلوقتي بالعجله. بس يلا خش شمال. الدخله دي جديده عامه. احنا دلوقتي مع جاسر فريد في عنكراب. احنا دلوقتي في حنكراب، دي محميه طبيعيه، اي حد ممكن يجي، اي حد ممكن يخيم هنا. هنا في ريف صح؟ في بس قدام شويه، بس هنا يعني اراوند في شويه كورلز كده بس، يعني كل ما تطلع اكتر على المين ريف هتلاقي بقى في حاجات كتير، يعني ممكن تشوف دولفينز شاركس. انت بتعرف تطبخ؟ على قد. طب انت تاخد دي ولا دي؟ اي حاجه شغال كله. الشوايه اخبارها ايه يا شيف؟ ممكن اقلب. احنا كده بنقتصد في الطاقه ان احنا ما نستخدمش الانبوبه طول الوقت، ونسخن المايه بحاجه صغيره مش واسعه. الشمس شكلها تحفه خياليه. المايه تحفه، والسان سيت الغروب تحفه، والاكل هيبقى تحفه. كنا بنسافر مع بعض كاصحاب من زمان، من 10 12 سنه مثلا، وكفرد مصر كلها تقريبا. ابتدينا كان مينلي المنطقه هنا اهو، او ده اكتر حاجه كانت بتسحب الناس. وبعد كده في الشتاء مثلا بيبقى الصحراء الغربيه الناحيه الثانيه. هو ده، واحنا بنحاول نغير الفكره بتاعت نخلي الناس تعرف يعني كامبينج اكسبيرينس. انت مش هتيجي حد هيجي سيرفيس عليك ويجي يديلك كل حاجه، لا انت ممكن تيجي تغسل طبقك بنفسك. اول ما بنوصل مثلا احنا 15 واحد بنتقسم في ثلاثه مثلا المطبخ النهارده، وثلاثه بتوع الكليننج. ايه بقى اكتر مكان انت بتحب تعمل فيه سفريه؟ هو المكان ده. هو المكان ده اكزاكتلي ليترلي المكان ده. في الاغلب الوقت باجي بحاجتي بدري يوم، في ناس بتيجي تسيت اب معانا، بيبقى فيه ملعب فولي وراكتس عوامات، مكان يعني سيت اب اكتر. اهم حاجه النظافه، واحنا ماشيين بنبقى مجمعين عشان لو جينا تاني مش هنلاقيها زي ما احنا شايفينها كده. وعشان لو كل جروب جه ساب شويه زباله خلاص الموضوع هيبقى مش هنعرف نيجي نقعد. بالظبط. نزلنا الميه، شفنا الكورلز في حنكراب، واحده من احلى الاماكن اكشلي. كسر كده الاول، تاخد الراس بعد كده جايب الاخر. حلوه قوي، جامده جدا، تقيله قوي.
ماشي، دي حاجة شيك جدا. تسلم ايدك.